او غير حره قال الاولين راهما الناس يول بني مزال هادو من الاولين في الحريق وجابها الليل تبني من الليل اخرى ديك تحيه اخرى سير كاين الليل مع الرجال لقينا اليوم مع شمامن مع واحد المغامر اللي ما بعده مغامر رجوله ولد الناس والله يعمر هذا نبغيكم كاملين ترحبوا ليا بعلا القدوس صاحبنا على القدوس السلام عليكم ورحمة الله على القدوس كنشكروا كلهم خوتي المغاربة داخل الأرض الوطن وخارج الأرض الوطن الصراحة قال رانتوما هما خوتنا وانتوما هما والدينا في الحقيقة هنا عايشين معاكم عايشين معاكم بالبركة ديالكم والبركة ديال الله اليوم أنا كنت واجد هنا في مدينة بني ملال وهاد بلاصة اللي مريح فيها كيقول لها عين سردون ياك هذا كاين أخويا عين سردون صراحة أول مرة جيت أنا لهاد بني ملال صراحة نقول لكم أش غنقول لكم هنا بني ملال أنا كنت كنشوفها في التلفازة وداك الشيء كانت كتعجبني صراحة قال خانت أخويا الليل هذا راه من المعالم الطبيعية ديال المدينة تبارك الله كيدير شحال ديال الماء الله العظيم هو الصراحة قال الخوت أنا جوال المغرب قاعد سيريته المغرب قاعد سيريته بلاد بلاد هي صراحة قال بني ملال باش عدت تحاف بعد عين سردول تبارك الله عليك بعد عين سردول كما كنقولوا نكلمها في العالم بين هو هاد عين سردول معروفه بالعالم وباش غنكتشفوا مدينه بني ملال كما كنقولوا حنا بشي ديال الزيتون التفاح الليمون المكناش هادشي ديال الغله فيها الخير موجود كاين شي بلايص دابا هنا مزيانين هاد اللحظه هادي دينا خونا علال او مصطفى حيت اسم علال اسم ديال الشهره اما الاسم الحقيقي هو مصطفى فهاد اللحظه كيتجول ودرنا به واحد الجوله تفقديه باش يشوف جميع المرافق شوف الدنيا كيفاش دايره وريو المآثير ديال المدينه اكتشفوا معنا انتوما ازدراوش شوف انت شوف شوف المناظر كيفاش دايره هنا شي حاجه هي ديال سالم الصراحه الدقاره ديال خوت كما كنقولوا مدينه بني ملال فيها واحد الجو زوين بحال شنو واحد الجو زوين بالنسبة بنادم اللي كان مريض في المثال فيه الضيقة ولا داك الشيء إلا جا لهاد البلاصة ما يتخنقش الأكسجين كاين الجو زوين علاش كاين الجو زوين هنا؟ الجو طبيعي ما كاين هادشي ديال الطبيعة كما كنقولوا هادشي ديال الغاز وهادشي ديال الشجر كاين الطبيعة زوينة والصراحة قال كما كنقول لكم الخير موجود كما كتشوفوا الماء موجود علاش مدينة بني ملال كلها فلاحة فيها الماء موجود علاش جيت مراكش وبنقرير زطاطا كما كنقولوا هذيك الدنيا كامله كتبان لك الدنيا صحراء علاش كتبان لك الدنيا صحراء انت ما كاينش تما بالرجوله شوف والناس واكلين تما الناس مهلوكين الملاحظه كانت عندهم الغنم وكان عندهم البقر ملي كان الشتا وكان الخير موجود كانوا عايشين بخير دابا ملي ما بقاش لا الشتا لا والو كما كنقولوا جيت بنقرير وزطاطا وبرتقال على السراغنا الناس مهلوكين بالرجوله ما بقاش عندهم لا غنم لا بقر لا والو سبحان الله العظيم هذيك الناس عايشين الناس عايشين دابا عيب الخبز وات الصراحه نقولها لك والله يجزيك الخير كنشكر الناس ديال بني ملال كنشكرهم كاملين الله يحفظك السلام واوغار حره قال الاولين راه هما الناس ديال بني ملال هادو من الاولين في الحريق عندكم هما وتبعوا بني مسكين عاد خريبقة تبارك الله على السلام ملاحظه مزياره في محله كما تشوفوا هو على الخونا معنا باقي معنا وراه حنا دايرين بواحد الجوله اللي ربما من خلالها غادي يكتشف هاد المناظر اللي كاين سواء طبيعيه وسواء التاريخيه اللي كانت اللي بها كتمتاز المدينه ديال بني ملال وتنشكركم بزاف سال وباش معروف حركه عسكريه سير اخو علال شي تحيه تحيه ميداليه للشعب المغربي اخو علال كاين وخا هذيك تحيه اخرى سال كاين علال مع الرجال تبارك الله عليك يلا الله يحفظك علال يلا الصراحه قال من الدار دابا مزيان عجبتني دابا بني ملال بني ملال زينه وبالنسبه للناس اللي تيتفرجوا فيك وعز عليهم انت شي كلمه تقدر تقولها للناس اللي كيعجبوك انا في الحقيقه الناس اللي كيتفرجوا فيا كيتفرجوا فيا الناس المرضيين مرضيين الوالدين هما اللي كيتفرجوا فيا هما المسخات الوالدين ما كيتفرجوش الفيديوهات ديالي متبعين على التيك توك متبعين في عين الشيطان بالرجوله انا متبعيني الرجال والشياطين متبعين الشيطانات بالرجوله انا كنقولها المعقول بصراحه اخويا علي راه كيد ما كاينش شي كلمه تيقولها ما كايناش تيقول شي حاجه كيهربوا لي انا والله الا راجل مزيان والله يعطيه الخير من هذا المنبر هذا والله يسهل عليه وتورى درويش راه ولد باب الله والله يسهل عليه من هذا المنبر هذا تبارك الله عليكم في الحقيقه قال هادشي ديال اللي توب غنسحب منه انا علاش
الصراحة قال كما قلت لك المتتبعين اللي عندي قلال، والمتتبعين عندي رجال ومرضيين، والشياطين متبعين الشيطانات غنساهم من هاد اليوتيوب. الصراحة نقول لكم ما نقرمي لا فيديوهات والو، كما كنقولوا ما كاينش معانا الرجولة. احسن هنا كيكون سير الفيديو ديالنا خوتنا، وكنتمنى لكم تشوفوا تسناونا في فيديو جديد ان شاء الله. كما قلت لكم شوفوا تبارك الله مدينة بني ملال تبارك الله كيفاش معروفة بالزيتون وبالمشماش بالتفاح بالخير. زعما اش غادي نقول لك، هاد الناس واخا ساكنين هنا السكان بحال ساكنين في الجنة بالرجولة. عاطيهم الله الماء، عاطيهم الله كما كنقولوا الزيتون التفاح، عاطيهم الله الخير بحال ساكنين هادو وسط الجنة. هاد الناس كلهم اللي ساكنين هنا كلهم مرضيين الوالدين، الله يعطيهم الرضا ديال الله وديال الوالدين. صراحة نقول لكم ماشي ساكنين في شي بلاصة صحراء ولا ظلمة، بالرجولة ساكنين سكنة بالعز. وقال لك جيبها بالعز ولك تبارك الله اخويا الله يحفظك.